السلام عليكم لي مامو، مرحبا بكم في موضوع جديد على قناتي ساج فان فاطمه. بطبيعه الحال القناه اللي كتهم صحه المراه الحامل وطبيعه الحال الطفل ديالها وجميع المعلومات في فتره الحمل واثناء الولاده وبعد الولاده. مرحبا بكم في القناه. موضوع ديال هذه المره هو سكر الحمل. شنو كتعرفي سيدتي على سكر الحمل وشنو هما المعلومات او لا فاش كتشكي في راسك شنو خاصني ندير باش نتفادى هاد سكر الحمل، وفي حاله الا عندي سكر الحمل شنو هما الاعراض او لا شنو هما المضاعفات اللي ممكن تجيني في فتره الحمل، واش كتاثر ليا على الولاده ديالي او لا كيفيه الولاده. هادو كلهم اسئله هادي نجاوبوا عليهم بطبيعه الحال في هذا الفيديو. واذا كانت اول مره هادي تشوفوا القناه ديالي كنتمنى تشاركوا فيها و تتشرفوني بالمتابعه ديالكم بطبيعه الحال. اول حاجه خصنا نعرفه هو انه السكر الحمل كنقولوه السكر اللي كنكتشفوه اثناء فتره الحمل، ما كانتش فيها السكر قبل الحمله ديالها بطبيعه الحال. كاينين اعراض اللي هادي نقولهم لكم دابا، ولكن قبل من هاد الاعراض هادي نعطيكم شحال نورمالمون في تحليله السكر ما تفوتش في فتره الحمل. في الشهور الاولى فاش هادي نكونوا كنديروا تحليله السكر كنديروا تحليله ديال الدم بطبيعه الحال، خاصها ما تفوتش 0.92، ولكن فاش كنوصلوا 24 اسبوع حتى 28 اسبوع يعني الشهور الوسطى كان خصنا متابعه تحليله نعاودوها بدقه وكنشوفوا ياك ما طالعش على 0.92. 0.92 لتحت هو التحليله الطبيعيه، فاش كتكون اكثر منها كيخصنا ندوزو للتحليله الاخرى اللي هي اكثر تدقيق واكثر تشوف لينا بالضبط واش المراه عندها سكر الحمل او لا، وهي اللي كتسمى اللي كنمشيو كنتمشي للمراه اللابوراتوار كدير تحليله قبل الفطور وكنعطيوها الجليكوز كتشربوا وكنتسناو ساعه وكنعاودو التحليله بعد ساعه، وبطبيعه الحال كنعاودو ليها التحليله بعد ساعتين. هذه هي اللي كتكونفيرمي لينا او اللي كتاكد لينا واش المراه كتعاني من سكر الحمل او لا. كي قلت لكم سكر الحمل كنهضروا عند مراه ما كيكونش عندها السكر قبل بطبيعه الحال من الحمل، اما فاش كتكون ديجا ديابيتيك يعني ديجا فيها السكر قبل فهداك ما كيتسماش سكر الحمل وانما كتسمى امراه حامل عندها السكري. بعد ما عرفنا التحليله شحال خصها تكون خصنا نعرفوا شكون هما النساء الاكثر عرضه او لا اللي خصهم يخافوا من سكر الحمل. اول حاجه العيالات اللي عندهم مرض السكر في الوراثه، يعني عائلتها كتعاني من او لا شي واحد من فرد من العائله كيعاني من سكر الديابيت. الحاجه الثانيه هو العمر، كيكون ديال المراه اكثر من 35 سنه كتكون عرضه للاصابه بسكر الحمل. لوبيزيتي او السمنه، المراه فاش كتكون غليظه كيكون عندها خطر العرضه ديال سكر الحمل، وبطبيعه الحال اللي ديجا عندها لي زونتيسيدون او لا قبل جاها سكر الحمل في الحمله ديالها اللي قبل. واخيرا وليس اخيرا المراه اللي ديجا عندها الوليدات او لا شي ولد والده فالميزان ديالو اكثر من 4 كيلو كتكون حتى هي عرضه انها يجيها سكر الحمل. هادي ندوزو دابا المشاكل اللي ممكن قبل من المشاكل الاعراض اللي ممكن تقول لنا بان هاد المراه خاصها تشك او لا خاصها تمشي دير تحليله ياك ما عندها سكر الحمل. اول حاجه هو العياء، المراه كدير اقل مجهود وكتحس براسها عيات. الحاجه الثانيه كتشرب بزاف يعني العطش، كتشرب وكتحس انها باقي فيها العطش. الحاجه الثالثه هي كثره التبول، واخا ان هذا المشكل كيعانيوا منه العيالات الحاملات ولكن كيكون في 3 شهور الاولى ديال الحمل. في 3 شهور الوسطانيه كيكون هذا المشكل قليل، وبالتالي فاش كتلقاي راسك في 24 اسبوع او لا 28 اسبوع باقي عندك المشكله ديال كثره التبول خاصك ديري تحليله السكر باش تشوفي ما عندك سكر الحمل. واخيرا وليس اخيرا بطبيعه الحال الا كان الحجم ديال الكرش ديالك سيدتي كبير، سواء بالملاحظه ديال عينيك او لا قالتها لك المقابله او لا الممرضه مع من متبعه، فكنشكو انه عندك سكر الحمل خاصك تاكدي من السلامه ديالك بتحليله ديال الدم. غادي ندوزو للمخاطر او لا شنو هما المشاكل اللي ممكن يتسبب لنا فيها هذا سكر الحمل. اول حاجه بالنسبه للمراه، اول حاجه كيكون مشكل ديال الولاده مبكره،
ممكن تكون مشكل ديال ولادة عسيرة. علاش؟ من حيث كيتنفخ البيبي وكيكون عرضة انه يكون 4 كيلو قبل 4 كيلو، كتكون ولادة عسيرة وبالتالي ممكن تدوز الفتيح، او لا كيكون عندها ديستوسي دي زيبول، يعني البيبي كيكون من فوق كيخرج الراس وكيوحل الكتف وبالتالي كتكون ولادة عسيرة. من بين المشاكل الاخرى هو انه ممكن يبقى لنا سكر الحال بحال الحمل، يتحول لنا بعد الولاده للسكر تيب ان، يعني النوع الواحد. من بين كذلك المشاكل اللي ممكن تخلي لنا هذا سكر الحمل هو انه لا توكسيمي، يعني ممكن تخلينا طلع لا طونسيون مع داك الغلط ومع النفخ، ممكن يندوزو لي كومبليكاسيون اخرين ديال لا توكسيمي او لا تسمم الحمل. بالنسبه للجنين حتى هو كيكون عنده سوفرانس فوتال، هو ممكن كيتولد بعد ما شفنا المخاطر على المرأة الحامل بطبيعة الحال اللي عندها سكر الحمل، هادي نشوفوا بأن البيبي حتى هو ممكن يتعرض لبعض المخاطر اللي هي غالبا كتكون الماكروزوم، يعني كيكون البيبي وافي وبالتالي ممكن يدوز من ولادة عسيرة وبالتالي كيتعرض لسوفرونس فوتال اللي هو كيتعذب أثناء الولادة او لا في الدقائق الأولى بعد الولادة ما كيوصلوش الأكسجين الكافي أثناء الولادة، سوفرونس فوتال. من بين الحوايج الاخرى انه كيكون اكثر عرضه للاصابه بمرض السكري مقارنه مع الاطفال الاخرين اللي ما كانوش الامهات ديالهم عندهم سكر الحمل. واخيرا وليس اخيرا، ممكن يتعرض للليبوغليسيمي، يعني بعد الولاده ممكن نسبه السكر تكون طايحه عنده وبالتالي خاصنا حنا نتدخلوا ونعطيوه نطلعوا عليه السكر ديالو او لا ما يتعرضش للمخاطر ديال ان السكر طايح ليه. غالبا فاش كدير المرأة التحليله كتلقى بانه السكر طالع عندها او لا التحليله ديالها اكثر من 0.92، كنطالبوها بواحد الريجيم اللي هو بطبيعه الحالات تقلل من السكر، تعتمد على الخضروات وتشرب الماء بزاف والعواصر الطبيعيه، ايفيتي يعني تجنب الماكله كاع ديال برا نهائيا، تقلل نسبة السكريات بصفة نهائية، وتمشى لا مارش ديالها ودير لي زاكتيفيتي فيزيك ديالها اللي ممكن يعاونوها انها تحرق السكر. فاش هادي تبع هاد النظام الغذائي مع شوية لا مارش المشي وهذا، ممكن السكر يبقى ليها مقد وما تحتاجش الأدوية. في حالة كيبقى السكر طالع ورغم انها دارت الريجيم ورغم انها دارت جميع النصائح وباقي السكر عندها طالع، بطبيعة الحال كيلتجأ الطبيب انه كيعطيها الانسولين رابيد، يعني البراء ديال السكر هي اللي كتدير فترة الحمل. غالبا بعد الولادة سكر الحمل كيمشي حيت سميتو سكر الحمل، ولكن كاينه نسبة قليلة هو اللي كتبقى المرأة كتعاني فيها واخا ولدت كيبقى السكر مرتفع عندها وبالتالي كتكون ديابيت نوع واحد نوع أ. هادو هما المعلومات اللي خصكم تعرفو. كنتمنى كلشي العيالات الحاملات دوز الحمالة ديالهم بخير وعلى خير. دمتم سالمين والسلام عليكم.